انا عندي فيديو تاني. طب يلا يلا بينا. انت اتعاملت مع بليغ حمدي وعمر الشريعي وكمال الطويل و... واسماء كتير قوي، ما قدرتش تحتوي؟ مع الورق اللي تحت النشافه عندي دي كل ما يعمل الحركات دي وبتاع ويجي لوحده يقول لي والله مش عارف ايه، خلاص ادي ورقه اهي. الورقه دي فيها ايه؟ كذا مره يعني اتعهد بعدم الاعتراض، مش عارف ايه، انا اسف ومش عارف ايه. وبتعديها طبعا. عدي، هعمل له ايه يعني؟ اصل اعمل له ايه؟ هات الورق دي، مش مره تلاقيها ما بترخى. اتعهد انا عمرو مصطفى بعدم الاعتراض 14/2/2013. 13 وهتلاقي واحد هو كاتبها 2103. خلاص دي مش ورقه. اتعهد بعدم الاعتراض برضو، دي ورقه ثانيه ما شاء الله تبع ولا حاجه. هم جابوا كل الورق بقى. جابوا كل الورق، بلاش اقراها، ده فضايح. انا مستغرب ان هو شال الورق بصراحه من غير كسوف يا عمرو. استاذ محسن جابر عرض ورق انت ماضي عليه. طيب ايه الحقيقه؟ الحقيقة مضيت على الورق ده امتى وازاي؟ الحقيقه ان اي مبدع في بدايته بيتعرض لنوع من ال، مش عايز اقول لك بقى، مش عايز اغلط يعني، بس هو يعني انت في بداياتك اي مبدع من المبدعين يا اما هتشتغل بالطريقه اللي احنا عايزينها يا اما هتعترض، وانا اعترضت. فالبدايه كان اعمل اغنيه المطرب، المطرب ده يبقى بيضغط عليا فمش عارف ايه 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 ايه، حاجات كتير حصلت. لكن النهارده انت ما خدتيش بالك ان 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 المنتج ده ليه انا النهارده ما بشتغلش معاه؟ ليه؟ لان مش عايز اتنازل عن حقوقي وحقوق اولادي وحقوق احفادي. وهو قال كلمه، انا برضو عايز برضو ما تحذفيش الكلمه اللي انا هقولها دلوقتي. هو قال ما حدش بيشتغل معاه. طب النجوم اللي معايا في سني، الملحنين والمؤلفين اللي في سني، عايز اعرف كده عدي لي كام اغنيه عملوها في اخر 10 سنين؟ ولا اغنيه. لان كلهم اما عرفوا ان في حقوق بتتاخد امتنعوا عن الشغل، وانا كنت واحد منهم. فانا امتنعت، لكن يكن بكن له كل الاحترام وكل التقدير. ده موقف جيل كامل تقصد؟ طبعا طبعا. انت دلوقتي بتاخدي المبدع وهو صغير تبتدي. بس يا عمرو 2013 انت كنت برضو نجم يعني. لا 2013 دوت ما اعتقدش طبعا ان هو 2013 ممكن تكون مكتوبه كده، لكن الكلام ده كله ممكن يكون قبل 2009 2008. لكن بعد الثوره اعتقد ان انا ما كنتش بشتغل مع استاذ محسن بعد الثوره خالص، وما شفتوش اصلا بعد الثوره. والثوره كانت 2011 صح؟ اه. طيب ما شفتوش بعد الثوره. 2013 دي ممكن تكون يعني، انا ما اعتقدش ان مين 2013. اللي مضى الورقه دي مكتوب فيها 2013؟ لو لقيتي لي اعمال فنيه في 2013 معايا نتكلم. يبقى اذا هو صادق. هاتولي اعمال فنيه ليه في 2013 غير اغنيه انطق بقى اللي عملتها للاستاذ تامر عاشور عن طريق خالد تاج الدين الشاعر، وعملت له التصريح لي هو مش للشركه. بس يمكن مضيت له على حاجه قديمه. انا عايز حد يجيب لي شغل معاه بعد 2012 اغنيه. انا الثوره قامت وانا اتجهت لمصر فقط، بس لا فكرت في منتج ولا فكرت في مطرب، افكرت في بلدي بس. وبعد كده طبعا بطلت اشتغل معاه، وبكن له كل الحب والاحترام، وبس من بعيد لبعيد. لكن النهارده لما تلاقي الورق ده مكتوب وموجود، هل كده ده معناه ان في طيبه، ان في حب، ان في ده ابني؟ لا. فهنا هو عنده شركه الحياة بتعلي بس كده، ومحتفظ بكل الاوراق اللي عنده. ده طبيعي، ده اي حد بيعمل كده، ملوش علاقه بالطيبه او بالحب. اقول لك على حاجه. انا في حد من فرقتي والله العظيم جه مره استلف مني فلوس والله، وكتب لي ورقه بعد ما مشي قطعتها. قال لي ورقه ان انت خدت منه الفلوس، وجي قال لي بعد كده انا على فكره قلت له لا خلاص انا قطعت الورقه. يعني مش كل المنتجين يقدروا يعملوا كده. انا بحب الناس تعاملني زي ما انا بعامل الناس. انا بتوقع ان اللي بعامله ده وبكتب له ورقه ده ان هو هيقطعها بعد ما امشي، لكن ما يحتفظش بيها. هنا النيه ايه بقى؟ لا 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 لا، مش خير. مالهاش علاقه بالنيات. النيه مش لا خير. لا 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 اسمعني، عشان تظهر في الوقت ده يا عمرو. النيه مش خير يا استاذ، مش جايين نشكك في النوايا. دلوقتي انت فنان مطرب. طب المنتج بيشتغل بلغه السوق او بيتكلم بلغه الفلوس اكتر. بص، هو بالعقود والفلوس. هو كعلاقه شخصيه بيني وبينه كعمرو واستاذ محسن حبيبي. العلاقه ما بيني وما بينه كبزنس، لا انا ليا حقوق كتير وكنت متغاضي عنها، بس مش هتغاضى عنها الفتره الجايه.
ليك حقوق في ايه؟ لان انا ما مضيتش على الديجيتال. النهارده اما انا سبته ما كانش في حاجه اسمها ديجيتال، ما كانش في حاجه اسمها يوتيوب، ما كانش في حاجه اسمها سبوتيفاي، ما كانش في حاجه اسمها ده. الحقوق دي بتتاخد ليه؟ وما فيش حاجه، وفي القانون بيقول لك لا يجوز ان تتنازلي عن اعمالك المستقبليه، لا يجوز. يعني تخيلي حضرتك انا النهارده تقولي انا عمري هاخد شغلك كله اللي جاي ده، ربنا اللي هيجيبه لي، انت تعرفي منين؟